الحقيقي هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي. ولد في أليبو في 28 و600، انتخب مرة واحدة رئيسا لمصر، وهو الذي الإمام وعلمه يشبه بالبحر. منذ الصغير تعلم ابن عقيل أن يعرف ويحافظ شخصية نفسه. ابن عقيل أيضا دائما قريب مع إنسان ذو معرفة علي. تبع ابن عقيل أسرة أبيه كل مشهور مثل علماء في ميدان كتابة مثل قصيدة أدب وغيره. كان والده هو المعروف أهل المتناظر في مناقشة والدفاع عن حكم الفقه وغير ذلك. كان والده العلام العالم عن الدين. ابن عقيل مثل أخوه اسمه محمد بن عقيل هو الكاتب بهاء الدولة يفرض بالقوة في 998 إلى 1012 مسيحي. أهو أيضا يلاقب القدر مثل حالفة. خلال فترة المراهقة كان ابن عقيل دائما يدخر من الأشياء المهملة، وهو يحب العلم كثيرا حبا جما. لم يختلط أبدا مع الأصدقاء الذين يحبون أن يلعبون، أنه اختلط فقط مع الطلاب مثله. الشخصية إلى المرحلة البلوغ. وهو ذكي ومحيط من المعرفة وكامل من المجيد في زمانه، وهو أنه لا مبارة، وكتب تعليقات على كتاب الفنون أكثر من 400 مجلد. في تعليقاته على الأحداث التي شهدها شعب النبيل وطلابه والأحداث الصغيرة والغامضة والمعجزات التي سمعها. ابن عقيل هو الشخص الذي يتقن مجال الأدب ويتحدث في حديثه، كما يحصل العديد من الأعمال خاصة فيما يتعلق بالقانون في مذهب حنفي. ومن المراجح أن تكون أفكاره وآراؤه عقلانية. وفي سنة 1166 ميلادي عين محاضر في مسجد المنصور بغداد، ومع ذلك فإن العديد من المجموعات النقدية تعارضه، ومن ثم ينسحب المدعي العام منه أيضا. وبعد ذلك قرر ابن عقيل التراجع لجورج إي مكديسي. هناك كثير من الكتاب يحصل لابن عقيل في الحكم، ومن بينهما كتاب هو الجدل على طريق الفقهاء. ابن عقيل يذكر بعض الموضوعات التي دروسها مثل القرآن والحديث والفقه والكلام والنحو. ومن بين معلمه هو القاضي أبو يعلى وأبو الفتح بن شيطة وأبو القاسم بن برهان والشيخ معتزلة أبو علي بن والد وأبو القاسم بن الطبان. وعلام الأشغال. يقول البعض إن عدد الأشغال التي انتجها ابن عقيل هو 80 شغلا، ولكن المشهورة هي شارة ألفية. وقد تم إنتاج العديد من الأشغال من قبل ابن عقيل. ابن عقيل هو رجل مخلص ويحافظ على حدود الدين. عندما توفي طفله بدا منه صبرا كبيرا، وهو مجتهد للعبادة والطاعة إلى الله. ابن عقيل هو
شخص نبيل الذي ينفق دائما ما لديه، وعندما مات ترك الكتاب والملابس المرفقة بجسده. وفاة الغلام. قد توفي ابن أكيل في 769 هجرة عندما كان عمره 71 عاماً.